جود مورنينج جين 5، ازيكم عاملين ايه؟ انا مس فاطمه، والنهارده ان شاء الله عايزه اكمل معاكم الكونسبت بتاعي. احنا اتكلمنا في الفيديوهات اللي فاتت عن الماتر، عرفنا ايه هي خصائصها الكاركترستيك بتاعتها، وعرفنا الشيب بتاعها بيكون عامل ازاي. النهارده عايزه اعرف بقى الماتر دي اصلا بتتكون من ايه. بس الماتر اكشلي ميد اوف all matters made up of million tiny particles that we can see such as the air and gems. يعني المادة دي بتتكون من ملايين البارتيكلز اللي احنا مش هنقدر نشوفها زي الاير وزي الجيمس. البارتيكلز ار ذا building units اوف matter، يعني البارتيكلز دي اللي هي building units بتاعت الماتر. ده ممكن يجيله سؤال جيب ريزون، ايه هي building units اوف matter اللي هي البارتيكلز، يعني اول حاجه بتتكون منها الماتر. طب احنا قلنا البارتكلز دي بيكون سو تايني، طب احنا ازاي بنشوفها؟ ويوز ريجولار ميكروسكوب جيب ريزون اور واي تو هيلب تو سي ديفرنت بارتكلز ماتر، عشان نقدر نشوف البارتكلز دي بنستخدم الريجولار ميكروسكوب اللي في الصوره دي. كمان البارتكلز ار ان كونتينوس موشن، البارتكلز دي بيكون على طول بتتحرك بسبب مكانها. وكمان there are many different types of particles such as the particles of gold are different from particles of iron. يعني على الرغم ان الاتنين دول solid matter و solid substance، لكن ال particles بتاعت ال gold هتكون شكلها مختلف عن ال particles بتاعت ال iron. كمان ال particles of water are different from particles of milk. يعني على الرغم ان الاتنين دول liquid matter او liquid substance، لكن شكل البارتيك بتاعت الوتر بيكون شكلها مختلف عن البارتيك بتاعت الملك. هاخدهم بقى الكلام ده بالتفصيل، يعني هبتدي مع البارتيك سوليد ماتر هدرسها بالتفصيل. they are very close to each other، بيكون قريبين جدا من بعض زي ما احنا شايفين في الصورة، قريبين جدا من بعض back softly or closely so they vibrate or move around their place، بيتحركوا حوالين مكانهم نفس المكان عشان هما قريبين جدا من بعض، بيتحركوا في المحيط بتاعهم في نفس المكان. They can't move from one place to another and can't light over each other، هما كمان مش هيقدروا يتحركوا من مكان ويروحوا مكان تاني، وكمان مش هيقدروا ينزلقوا على بعض أو يتحركوا على بعض عشان هما بيلكوا. عشان كده بلاقي الحاجة الصلد بتكون ماسكة نفسها، مش هقدر أحركها، مش هقدر أخبطها مثلا بال بداية كده عادي، مش هتقدر تتحرك الايزي عشان هي very close. كمان they move only little bits، بيتحركوا مسافة صغيرة. they have less energy، بيكون عندهم energy قليلة. طيب ال particles of liquid matter بيكون عاملة ازاي؟ they are held together more loosely than that of solid، بتكون ماسكة بعضها لكن بتكون بعيدة شوية بحرية أكبر اكتر من السوليد so they move faster than solid، عشان كده هما بيقدروا يتحركوا اسرع من السوليد. وكمان they can slide over each other، بيقدروا يتحركوا على بعضهم او ينزلقوا على بعض. يعني انا مثلا لو مسكت حاجه ليكويد بقدر امسكها في ايدي، حركها في ايدي تتحرك معايا. كمان they take the shape of the containers، هما بياخدوا الشيب بتاع الكونتينرز عشان هما بيكونوا held together more loosely. وكمان ال liquid matter particles بعد liquid they have more space، بيكون عندهم space اكتر شوية زي الصورة كده، بيكون اكتر طبعا من ال liquid من solid. they can move more freely، يعني بيتحركوا بحرية اكبر شوية اكتر من ال solid. وكمان they have more energy، لكن السولز مكانش عندهم انرجي خالص، لكن دي عندها مور انرجي، انرجي اكتر شوية تقدر تتحرك. هتكلم بقى عن البارتكس اوف جاز ماتر. they aren't held together، مش ماسكين في بعض خالص so they move very quickly in all directions، عشان كده بيقدروا يتحركوا في كل الاتجاهات. كمان they can spread out، بيقدروا ينتشروا ويتحركوا to fill any containers they put in، عشان يقدروا يملوا اي containers موجودين فيه. وده هيجيلي سؤال give reason، هما ليه بيملوا containers؟ عشان هما بيتحركوا بينتشروا بسرعة spread out. كمان they have a lot of space، بيكون عندهم space كبيرة جدا اكبر من liquid، وطبعا اكبر من solid ما عندهاش space اصلا.
they have a lot of energy، يكون عندها energy كبيرة أكتر من ال liquid. وال solid مكانش عندها energy خالص، less energy. they move very freely، يعني بيتحركوا بحرية أكبر أو أسرع أكتر من ال liquid. وال solid مش قادرة تتحرك أصلا. okay so we can determine the state of matter، عشان كده الوضع أحدد ال state بتاع ال matter عن طريق حاجتين، عن طريق describing the properties of matter وذا موشن اوف باتكس مثلا، يعني اوصف اقدر اعرف المثل دي خاصيتها ايه، كمان ممكن اعرف حركة الجزيئات البارتكس بتتحرك ازاي عن طريق الحاجتين دول. هقدر اعرف الستيت بتاع المثل، الستيت بتاعها ايه، سواء كان سوليد ولا ليكويد ولا جاز. اوكي طيب انا دلوقتي عايزة اعمل اكتيفيتي بسيطة كده، بيقولي هنا كوب فو ايس كيوبس اكسبوز تو صام ان هوت سني سمر دايز، يعني لو في يوم كده الشمس جامدة لو انا حطيت كوباية فيها ايس ايه يحصل؟ the sun will heat up the part of ice cube. the sun هتحدد heat لل part، هتديها heat كتيرة. طب ايه اللي هيحصل لما اخدت heat او اخدت energy كتيرة؟ the part of ice cube move faster and turn into liquid liquid water، يعني البارتكلز دي هتتحرك بسرعة وهتتحول لليكويد. طب اخدت انرجي تاني، اخدت هيت من انرجي تاني، لا يحصل. the sun heats up the particles water so they move faster and turn to steam، هتتحرك اسرع اسرع وتبقى جاز تبدأ steam. اوكي طيب عايز اتكلم عن size بتاع البارتكلز، بيعتمد على ايه؟ حجم الجزيئات بتاع البارتكلز ده بيكون على حسب ايه؟ طيب او بارتكل، حسب نوع البارتكل، سواء كانت بارتكل مثلا بتاعت جولد ولا بارتكل بتاعت اي ارض، على اساس ده بيكون حجمها، بيكون حجمها بس كبير شويه. وهاو بارتكل كولكت ويز اشاز، ازاي البارتكل دي بيكون متصل ببعض او كونكت مع بعض. ذا افريج سايز او بارتكل از سو تايني، بيكون السايز اصلا سو تايني، بيكون صغير. That one if your hair is about 150,000 to 300,000 particles، يعني حجم البارتكل بيكون 150 to 300,000. اوكي حجمها صغير جدا سبتاين. طيب انا قلت ان البارتكل دي بتكون صغيرة جدا مش هقدر اشوفها، طيب ايه الدليل ان هي اصلا موجودة؟ هتستخدم مثلا اير، we can use gas matter such as air، هعمل اكتيفيتي كده هستخدم فيه الاير. when you fill up the balloon، لما تفق بالونة اير بيحصل the particles of air inside it move very quickly، لما انفخ الهواء في البالونة البارتكلز بتاعت الاير بتتحرك بسرعة. the particles of air heat and bounces the balloon from inside، يعني البارتكلز دي هتخبط في البالونة من جوه. so they produce the force that inflates the balloon and give it a strong shape، عشان كده الحركة دي بتعمل فرص قوية جدا بتخلي البالون يحصل انفليت وبتدي راوند شيب، بتدي شكل الراوند الشكل بتاعه، يعني كل ما اوجد اير اكتر بيكون الشكل بتاعه اكبر راوند اكبر. اوكي when you squeeze a balloon، لما اضغط على البالونة بقى اللي بيحصل the particles come close together، البارتكلز هتقرب من بعض and it becomes smaller، هتكون صغيرة. if you squeeze more on balloon it will pop and the particles of air will escape، يعني لما اضغط اكتر على البالون الجزيئات دي هتقرب اكتر من بعضها لدرجة ان هي تعمل بوب والاير هيحصل escape، هيهرب من البالون. خلاص احنا كده اخدنا الدليل ان الاير ده موجود، البارتكلز دي موجودة، البارتكلز لو كانت ما كانت موجودة ادت البالون راوند شيب، لكن لما بارتكس ضغطت على البالون البارتكس هربت فبقت بقت قليلة حجمها قليل. وكفاية كده عليكم الفيديو ده، ان شاء الله الفيديو الجاي عايز اكمل معاكم الكونسيبت بتاعي. جود باي.